متابعي قناة شوف تيفي وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر عاجل على المباشر. 100 وفاة كورونا و 26 حالة إصابة بكورونا هي حصيلة المغرب الساعة 24 ساعة الماضية. حضيو راسكم طبعا متابعينا كالعادة، وزارة الصحة كتصدم المغاربة بحصيلة اليوم، يا ربي السلامة. الأرقام غادية وكترتفع من جديد للأسف. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 6020 حالة مؤكدة و 100 حالة وفاة، يا ربي السلامة، و 7057 حالة، فيما 53555 حالة ناشطة. إذا وزارة الصحة من جديد كتصدم المغاربة متابعينا. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن ظهور 6020 حالة مؤكدة، كترفع العدد الإجمالي إلى 8866968، فيما عدد الوفيات 100 حالة وفاة كترفع العدد الإجمالي إلى 12749، والحالات ديال التعافي 7057 كترفع العدد الإجمالي إلى 800664، والحالات النشطة للأسف 53555. إذا متابعي قناة شوف تيفي، ربي السلامة، الأرقام بالفعل غادية وكترتفع. ردوا البال، كورونا تقتل كما تنقلوا من جديد. فيما الحالات الخطيرة العدد الإجمالي ارتفعت إلى 2362، والحالات الخطيرة خلال 24 ساعة 311 حالة خطيرة، والحالات تحت تنفس الاصطناعي العدد الإجمالي 1194، والحالات تحت تنفس الاصطناعي الاختراقي خلال الحصيلة ديال اليوم 58، فيما الحالات تحت تنفس الاصطناعي الغير اختراقي 1136. إذن متابعينا ردوا البال، بالفعل كورونا مازال تقتل، الأرقام غادية وكترتفع، يا ربي السلامة. 6020 حالة مؤكدة و 100 حالة وفاة، لاحظوا العدد ديال الوفيات كيفاش كترتفع بشكل سريع متابعينا، ونفس التوقيت من السنة الماضية ما عشناش هاد الأرقام. إذن دائما متابعينا قناة شوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر عبر المباشر. 6020 حالة مؤكدة، 100 حالة وفاة، يا ربي السلامة. ونعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات. جهات الدار البيضاء 621 حالة وفاة، جهات سلا الرباط القنيطرة 19 حالة وفاة، جهات طنجة طول الحسيمة 12 حالة وفاة، جهات الشرق 7 الوفيات، جهات بني ملال الخنيفرة 11 حالة وفاة، جهات فاس مكناس 7 ديال الوفيات، جهات مراكش أسفي 7 ديال الوفيات، جهات سوس ماسة 9 ديال الوفيات، جهات درعا تافيلالت 5 ديال الوفيات، وجهة تقول ميم ودنون 2 ديال الوفيات، فيما جهات العيون الساقية الحمراء 0 حالة وفاة، هي وجهات الداخلة وادي الذهب. إذا ردوا البال متابعينا، ملي كنهضروا على الأرقام ديال الوفيات راه بالفعل أرقام خطيرة وارتفعت بشكل مخيف. إذا من تطوان دائما متابعينا، حنا معكم في هذا البث المباشر، ردوا البال على المباشر، الأرقام غادية وكترتفع، يا ربي السلامة. 100 حالة وفاة بالفعل رقم كبير، 100 حالة وفاة رقم كبير بصراحة، باش نكونوا واضحين، 6020 حالة 100 حالة وفاة رقم كبير في اليوم، في الوقت اللي كنا استبشرنا خيرا بالعودة للحياة الطبيعية في الأيام معدودة فقط، ولكن للأسف رجعت الأرقام كبيرة وكبيرة بزاف متسبينا. إذا دائما احنا معكم في هذا البث المباشر، ردوا البال الإخوان، راه الأرقام غادية وكترتفع. 6020 حالة مؤكدة، 100 حالة وفاة، 7057 حالة ديال التعافي، 53555 على مستوى جهات طنجة تطوان الحسيمة 12 حالة وفاة، و 717 حالة مؤكدة، طنجة أصيلة 3 الوفيات و 211 حالة مؤكدة، تطوان حالة وفاة واحدة 167 حالة مؤكدة، الحسيمة 3 الوفيات و 104 حالة مؤكدة، المضيق الفنيدق 180 حالة مؤكدة و 0 حالة وفاة، شفشاون 2 ديال الوفيات و 70 حالة مؤكدة، وزان 2 ديال الوفيات 33 حالة مؤكدة، العرائش حالة وفاة واحدة و 27 حالة مؤكدة، 0 حالة وفاة فحص أنجرة و 16 حالة مؤكدة. إذن متابعينا ردوا البال، الأرقام بالفعل غادية وكترتفع، يا ربي السلامة. بغينا الأرقام ترجع الحياة الطبيعية وترجع المياه المجاريها، للأسف نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع لنا الوباء، نتمنوا في الفعل ترجع المياه المجاريها في القريب العاجل. إذن دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر، حصيلة اليوم الأرقام بالفعل غادية وكترتفع. نذكركم عدد الوفيات على مستوى الجهات، جهات الدار البيضاء 621 حالة وفاة، جهات الرباط سارة القنيطرة 19 حالة وفاة، جهات تطوان طنجة الحسيمة 12 حالة وفاة، جهات الشرق 7 ديال الوفيات، جهات بني ملال الخنيفرة 11 حالة وفاة، جهات فاس مكناس 7 الوفيات، جهات مراكش أسفي 7 ديال الوفيات،
جهه سوس ناسا سعود ديال الوفيات، جهه الدار عتافيلات خمسه ديال الوفيات، جهه كلميم مدنون جوج ديال الوفيات، فيما جهه العيون الصقيه الحمراء هي جهه الداخله والذهاب صفر حالات وفاه. اذا دائما المتسبعين اهلا معكم في هذا البث المباشر، يربي السلامه بين الارقام ترجع للطبيعه ديالها في القريب العاجل، ولكن شاءت الاقدار ان الارقام كترتفع خاصه في الوفيات متسبعين. اذا نتمنى الدعوات ديالكم الله يرفع علينا الوباء، نتمنى ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل، هذا هو الاهم، الله يحفظ، نتمنى ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. اذا دائما المتسبعين كنشوف تبي احنا معكم في هذا البث المباشر عبر قناتكم قناة الشعب، الله يخليكم مزيد من الحيطة والحضار، ردوا البال ردوا البال، كورونا ما معهاش اللعب الإخوة، باش نكون واضحين، ردوا البال كورونا ما معهاش اللعب، ردوا البال، الله يخليكم الحاضر يعلم الغائب، لأن بالفعل كورونا تقتل الأرقام، مازال كترتفع، جهات الداخلة صفر حالة وفاة، 62 حالة مؤكدة، 62 حالة بوالذهاب وجوج الأرسل. إذا دائما المتسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر، الله يخليكم، ردوا البال، أرقام غادية وكترتفع، لاحظوا الوفيات كيفاش ارتفعت بشكل مخيف، الوفيات الإخوان ارتفعت بشكل مخيف، يا ربي السلامة، وما بغيناش نتفاجئوا بشي قرارات أخرى. الله يحفظ الدعوات ديالكم، بغينا الدعوات ديالكم متسبعين كنشوف تغي طبعا، لأن هذا الشيء بالفعل تيأسف وتيخلق تندقوا ناقوس الخطر. لان نتمنوا مع العوده ديال المواطنين المغاربه اللي كانوا في مناطق الشمال وفي مجموعه ديال المدن المغربيه في اطار السياحه الصيف هاو تساله، اليوم واحد شو تنبير، 8 ايام الانتخابات، 10 ايام المدرسه، ردوا البال لوليداتكم، اليوم انطلقت اليوم واحد يعني شو تنبير، وانطلقت العمليه ديال التلقيح ديال الاطفال 12 17 سنه، ونتمنوا ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم، ردوا البال متسبعينا، نتمنى بالفعل ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، نتمنى ما نتفاجئوش بشي قرارات اخرى، لان بالفعل بغينا ترجع المياه لمجاريها، نتمنى انه تفتح الحدود، نتاع الحركه الاقتصاديه والسياحيه، لان عدد كبير ديال المغاربه اللي كينتظروا فتح الحدود، كاين اللي باغي يغادر التراب الوطني في اطار السياحه، كاين في اطار عمل، كاين في اطار كل واحد والظروف ديالو، طبعا كفانا من هذا المشكل الحقيقه، بغينا نديروا اليد في اليد وترجع الحياه الطبيعيه، الله يحفظنا ويحفظكم. اذا دائما المتسبعين احنا معكم في هذه الدردشه، بغينا الدعوات ديالكم، بغينا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه، هذا هو الاهم، ولكن بصراحه بغينا ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل، ونتغلبوا على هذه الجائحه، لان بصراحه هي اربكه الحسابات ديال الكل، عدد كبير ديال الدول المتقدمه اللي كتعاني، ومازال عدد ديال الوفيات مرتفع بشكل كبير وكبير بزاف. احنا الحمد لله انه رغم ذلك نقولوا الحمد لله، ولكن بغينا نرجعوا لصفر حاله وفاه في القريب العاجل متسبعينا، لان بالفعل هذا الشيء تيأسف وتأيألم ان اصح التعبير، لان عدد كبير ديال الناس اللي غادرونا الى دار البقاء بسبب الكوفيد 19، وطبعا هذا الشيء راه ماشي سهل باش نكون واضحين، كاين تخوفات، كاين مشكل كبير وكبير بزاف. اذا نتمنوا دائما الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، بغينا الدعوات ديالكم متسبعينا، بغينا نروح المسؤوليه والوطنيه كذلك، لدي مسؤوليتنا كاملين، ما يمكنش نديروا شورتي لكل مواطن، لان حتى ملي الحمد لله المغرب الان قطع اشواط مهمه في التلقيح بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، يعني اكثر من 18 مليون في الجرعه الاولى واكثر من 18 اكثر من 14 مليون في الجرعه الثانيه، طبعا هذا الشيء مهم، ولكن بغينا الدعوات ديالكم كذلك، الله يرفع علينا الوباء، بغينا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، دائما الدعوات ديالكم، ردوا البال، كاين الناس كتعاني في نقص الات الاكسجين، كاين مجموعه ديال الامور باش تعرفوا شنو واقع، طبعا كاين ناس كتقول لك خلينا نقول الهضره الخاويه والكذوب، ما الكذوب، هذا الشيء راه ما فيهش الكذوب الاخوان، هذا الشيء راه صعيب وصعيب بزاف، الله يخليكم، ردوا البال، ردوا البال، راه كورونا بالفعل تقتل، الارقام غاديه وكترتفع، يا ربي السلام، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم، الله يرفع علينا هذا الوباء، احسن دعوات اقول مريم، الله يرفع علينا هذا الوباء اكيد بصوت واحد متسبعينا، الله يرفع علينا هذا الوباء، لان كندقوا ناقوس الخطر بصراحه، بغينا ترجع الحياه الطبيعيه كما كانت، يعني تصوروا في لحظه حتى واحد ما كان كينتظر اننا نطولوا في هذه الجائحه،
ونضربوا سنوات. كنا كان من وقعت الجائحة وقع الإغلاق الحجز الشامل، كنا 3 شهور عايجي الصيف ارتفاع درجة الحرارة ترجع الحياة الطبيعية. على أي حرارة نتحدث، على أي صيف نتحدث، على أي عيد الأضحى نتحدث، على أي عيد الفطر نتحدث، على أي يعني دوزنا العيد الأضحى في زمن كورونا، دوزنا المناسبات كلها، عيد الأضحى وعيد الفطر ورمضان والصيف الدخول المدرسي والشتاء والفيضانة، يعني دوزنا المرحلة سنة كلها. يعني احنا داخلين الآن سنة، يعني نكملوا سنتين في الحقيقة. كنا كنستبشروا استبشرنا خيرا في نهاية 2020، كامل كنا كنقولوا غنستقبلوا سنة 2021 خالية من الفيروس. الآن غادي نقولوا إذا طور في العمر نستقبلوا 2022. البارح حنا كنستعدوا ليلة رأس السنة، إجراءات أمنية والاحترازية وبالك حيد، واليوم كنتفاجئوا أن يوم 1/9. يعني تصوروا 9 شهور كيفاش مرت بسرعة، وزيد عليها من شهر 3. يعني 9 و 18 شهر مرت بسرعة، ما ردينالاش البال، علينا عامين وحنا مع الجائحة ومع الإجراءات الأمنية والاحترازية والتلقيح والفاكسان وجواز التلقيح وسير وشبكة ديال التزوير، يعني معاناة بالجملة. متتبعينا ردوا البال، الله يخليكم. بغينا نتغلبوا على الجائحة في القارب العاجل، بغينا ترجع الحياة الطبيعية، بغينا نرجعوا بلا فاكسان نخرجوا عاديين لا كمامة لا والو، ولكن متى؟ الكل رجع حلم كل المغاربة. انا من الحسيمه، احنا في خطر. طبعا الحسيمه الان كتعيش خطر محدق. ردوا البال الله يخليكم، ردوا البال. راه ملي كنهضروا على الجائحه، راه واحد الرعب حقيقي تنعيشه. اذا انت واحد فينا ما كان كيقول ان ممكن، انت واحد ما كان كيقول اننا ممكن ترجع الحياه هكا. تصوروا في رمشه عين كيفاش رجعت الحياه في رمشه عين في وقت وجيز. كون فيكم، نطلبوا الله الدعوات ديالكم والصدقات، كثروا بصدقات الاخوه الله يخليكم، صدقات كتلقى في البلا كما تيقولوا، ونطلبوا الله الخير. متتبعينا، الحصيله ديال اليوم كما شفتوا 100 حاله وفاه. لاحظوا ان 100 ديال الناس كتموت بالكوفيد بشكل يومي، 100 ديال الناس كتموت بالكوفيد بشكل يومي. واش كنتوا كتنتظروا اننا ضحايا ديال الكورونا توصل اكثر من 127 حاله وفاه في اليوم، في الوقت اللي كنا وصلنا من 8-5 كنا هبطنا أزيرو قبل الصيف، يعني شهر 3-4 كانت الأرقام هبطات أبطات، والحالات النشيطة قلالت، الوفيات قلالت، الحالات المؤكدة. ولكن للأسف وصلنا 12,000 هذا الصيف، 12,000. طبعا نتمناو يطور ربي في العمر، نتمنى أن نقولوا كورونا تحيد اليوم قبل غدا، ولكن ما نعرف، علمه لله. إذا بقينا بالعمر وصلنا شهر 7 يكون عيد الاضحى 10 في 7، اذا طور في العمر ديال السنه 2022 راه ما خصوش تكون هذا المشكل. ما نعرف، حنا نطلبوا الله انه نعسوا النظم ما نلقاوش كورونا، ولكن كل شيء ممكن. زعما الخطا ديال السنه الاولى والخطا ديال السنه الثانيه ما كانش خصو يتكرر، هذا هو السؤال. ولكن للاسف شاءت الاقدار، متسبينا شاءت الاقدار ان نعيشوا هذه الجائحه وتطول معنا. شوفوا شحال الناس ماتوا في الوقت اللي كتشوف بعض التعاليق كيخرج لك شي عبقري وما قاري والو، عبقري وما قاري والو، كيقول لك كورونا كذوب. الله يا سيدي الله يهديك، راه الناس الان كتطلب الالات الاكسجين كتموت وما كايناش، الناس كتطلب الاكسجين كتصارع وما كايناش. اذا متتبعي غنشوف تيفي، نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. بغينا ترجع المياه لمجاريها، ولكن للاسف. متتبعي غنشوف تيفي، شكرا لكم، كان معكم معتكف كالعاده، امين، نلقاكم بخير في مباشر اخر، الى اللقاء.